ان شاء الله نتمنوا يكون الخير ان شاء الله، ونتمنوا الفرقه دير داكشي اللي عليها. ايوا الجمهور راه ديما كاين، هادشي اللي غنقول لك. بالنسبه للجمهور ما يمكنش يغضب على الفرقه ديالو، ولكن المثيرين اللي خاصهم يعالجوا شي حوايج ديالهم راه كلشي عارفهم. هادشي اللي غنقول لك. قول لي ديما والراجا مالها عيبه صافي. اخويا انا ماشي مشجع ديال الوداد، ولكن كنتمنى تلعب ماتش يكون في المستوى هي ويوسف ياس برشيد. اجواء كاينه زوينه، ولكن انا ما عنديش الصراحه مع الثقافه ديال نتفرج في التيرانات وهذا. بجوج المهم اللي يلعب مزيان ينتصر. ضروري جينا نسبورطاو الحمراء، حنا واقفين معاهم في الثراء والضراء. نطلبوا من سعد رئيس يدير معنا الشاول ديال الخير وجبنا شي انتدابات في مستوى وتغيير المدرب. صراحه كنطالبوا بالتغيير المدرب صراحه. ملي جاوا ما شفنا حتى شي حاجه دارها في الوداد، وصراحه كان غادي بخطه ديال زوران. ملي المدرب بغيناه يمشي، والانتدابات اللي شفنا لحد الان باقي ما شفنا حتى شي لاعب اللي هو مزيان من غير كازادي اللي هو اللاعب اللي بان، اما اللاعبين الاخرين لا. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للوداد، وديما حمراء وكنموتوا على الوداد. الخطا الوحيد اللي كتوقع فيه الوداد هو ان اي شي لاعب ولا اي مدرب كيدير لقطه واحده مره مزيانه كيبقى ديما مزيان، بحال الشكل ديال شيخ زويد، بابا شوندي، هاد الاخر المدرب دوسابر كيربح سميتو الزمالك المصري ب5 صافي. قالوا هاد المدرب مزيان يعني خصنا نجيبوه. وهذا هو الخطا الوحيد اللي كتوقع فيه فريق الوداد بطبيعه الحال. يعني من الاحسن يكون صابر هو الفريق وعارف الفريق، يعني هو اللي ان شاء الله يكون مزيان احسن من المدرب هذا. المباراه كباقي مباريات البطوله، الوداد البيضاوي بالرغم من انه التعثرات الاخيره ديالو فالمطاردين ما استغلوش التعثر ديال الوداد وباقي في الصداره. والوداد المباريات الاخيره كان الايقاع ديالو هبط شويه بحكم تغييرات الاداره التقنيه ديالو بزاف مرات، وديسابر اللي رجع للفريق ديالو، رجع يعني العوده للوداد، ورجع بواحد رجع للفريق اللي كان ديجا انه دوسابر كان شرف على العارضه الفنيه ديال الوداد. دوسابر باش ما نكونش قاسي عليه انه باقي ما خداش الفرصه ديالو كامله كيف خدا المدربين السابقين. كنظن ان الملحق الحقيقي ديال دوسابر هو لهذا اللقاء، لان ما بقاش عند الوداد هامش الخطا. كنظن ان دوسابر هذه الفرصه الاخيره ديالو راه الا ما انتصرش ربما تكون الاقاله ديالو. هاد العام فهمتي كاينين مشاكل، جابوا داك اطار تونسي فريد شوشان فهمتي ما تفاهمش معاهم فهمتي. دابا برشيد راه خص مدرب، خص مدرب، وان شاء الله راه فهمتي هاد الماتش غنربحوا ان شاء الله. الوداد كتشمر من هاد الازمه هادي فهمتي، الفريق ديالنا اللي ما بغاش يفوز صافي، وان شاء الله مربوحه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الجمهور الودادي اللي حج لمدينه برشيد بكثره، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الماتش يكون في ظروف رياضيه ويكون جو رياضي. وكنتمنى من الناس المسؤولين ديال الفريق الوداد البيضاوي يراجعوا الاوراق ديالهم، لان المدرب صراحه ماشي في المستوى. كنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى حظ الموفق للوداد البيضاوي. انا مع جمهور الودادي لان دوسابر ما حققش النتائج الايجابيه، كنشوف شي نتائج اللي هي ما كترضيش الجمهور. حنا خاصنا اللي يزيد بينا لقدام شويه. حنا كمتابعين ومحبين الوداد البيضاوي كنطالبوا من الوداد اليوم تكون في العطاء ديالو، ونطالبوا من اللعابه يكونوا في المستوى ديالهم، فبالاخص اقاله المدرب. حنا كنطالبوا بالاقاله ديال المدرب، لان مجيء المدرب دوسابر ما عطاش واحد من الاضافه للوداد البيضاوي، لان من نهار جا دوسابر والان الوداد في التخبط وفي النتيجه غير مقنعه للجماهير الوداديه. فكنطالبوا من السي الناصري يا اما خلاصه القول يا اما يخدم لصالح الوداد البيضاوي يا اما يعطينا الاتساع. اما دوسابر راه ما يخدمش للوداد، وخلاصه القول هو هذا اللي غادي نقول لكم. وشكرا شوف تي في.